طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. اليوم إن شاء الله بإذن الله هو على متن مبادرة الباحثين السودانيين وعبر الأثير وعلى الهواء مباشرة. نبدأ جلساتنا، نبدأ في مشروع نقل المعرفة المتواصل عبر جلسات مبادرة الباحثين السودانيين. الليلة يا جماعة إن شاء الله هنستضيف دكتور رازي إسماعيل، أستاذ جامعي وباحث وأكاديمي. دكتور رازي هو أحد مشرفي مبادرة الباحثين السودانيين، وله إشراقات جميلة عبر المبادرة، وقبل كده عمل لنا كورسات الإكسل. والليلة إن شاء الله برضو هيبدأ معانا دورة جديدة عن مهارات الإكسل. الإكسل طبعا يا جماعة، سريع كده قبل ما أدي المايك لدكتور رازي، الإكسل مهم جدا جدا، يعني حتى في حياتنا العادية الواحد لو دار ينظم الحسابات بتاعته، دار ينظم الدخل بتاعه، المصروفات بتاعته، عنده شوية ديتا دار يعمل لها تحليل وكده. فأبسط تول ممكن يستخدمها أو حاجة عشان أحلل بها الديتا بتاعته دي اللي هي الإكسل. شكرا لك كثير دكتور رازي، ونتمنى لك جلسة جميلة، وأنا طوالي بديك المايك، وتفضل. شكرا دكتور ياسين. قبل ما تمشي يا دكتور ياسين، بس اتاكد انه الصوت شغال مظبوط. الصوت شغال مظبوط يا دكتور، كله مظبوط. تمام. طيب، السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم جميعا، ومساء الخير عليكم، رمضان كريم، تصوموا تفطروا على خير ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله في الجلسه دي او في مجموعه الجلسات القادمه نقدم ما يفيد ويساعد الباحثين في انه ينظموا بياناتهم ويطلعوا منها بنتائج تكون كويسه، ويقدروا يعرضوا بياناتهم بطريقه يعني تعجب البوس اللي عندهم، وتعبر عن بياناتهم بشكل بسيط وبشكل انيق، ويكون شكل جميل. طيب، انا اليوم ان شاء الله تقريبا نحن هنشتغل 5 جلسات. اليوم ان شاء الله الجلسه الاولى، ودي انا بعتبر ان هي تكون جلسه تعريفيه للبيئه بتاعه اكسل بصفه عامه، اللي هو البيئه اللي احنا هنشتغل عليها عشان الناس تكون فاميليير، والناس اللي شافت اكسل قبل كده او تعاملت معاه تحاول تتذكر الاشياء اللي مرت عليها قبل كده. وانا ببدا بعرض المحتويات بتاعه الجلسه دي عشان الناس تكون متابعه، و نشتغل خطوة بخطوة. والجلسة دي زي ما قلت كلها بتكون مقدمة تعريفية، لكن من يوم الخميس إن شاء الله بنشتغل بنتعمق شوية في الأشياء اللي حين ما نصل إلى الداشبورد وكده. طيب، في الجلسات الخمسة دي نحن هنقدم 5 مواضيع أعلنا عنها ومكتوبة في التعريف بتاع الجلسات. الموضوع السادس هنخليه من اختيار الحضور، بمعنى إنه بعد ما الناس تحضر الجلسات كلها، اذا عندكم طلبات او مواضيع محدده عايزين الناس تشرحها او تتكلم فيها او مشاكل الناس تحلها، نحن بنحاول بقدر الامكان نتطرق لها في الجلسه الاخيره. طيب، انا بحاول هنا نعمل شير. ايوه، طيب طيب كده الشاشة واضحة. يا سلمى، الشاشة واضحة كده لكم؟ الشاشة واضحة يا دكتور، تفضل. واضحة الشاشة المعروضة دي، واضحة بالنسبة لكم صحيح؟ أيوة بالضبط كده واضحة. طيب تمام. اليوم ان شاء الله هنبدا جلسات الاكسل عن داشبورد اليوم الاثنين 18 مارس 2024. انا بعرض محتويات جلسه اليوم، ما هنتكلم عن بقيه الجلسات. طيب، جلسه اليوم ان شاء الله دي الكونتنتس بتاعتها عشان احنا نتابع بعدين بعد ما تخلص الجلسه، كل واحد مننا يقيم
هو استوعب او فهم كم في المية من المحتويات دي. طيب بالنسبة لنا نحن الموضوع الأول اللي هو حيكون عبارة عن اليوم نشتغل عليه هو الاكسل بيزكس اند داتا فاليديشن. والاكسل بيزكس اند داتا فاليديشن هو تعريف لبيئة العمل في اكسل، والداتا فاليديشن هي طريقة نحن نستخدمها للتحقق من صحة البيانات، بحيث انه في نطاق محدد من الـ الاكسل او من الصفحات بتاعتنا او من الورقه بتاعتنا ما ندخل بيانات خطا، واذا دخلت بيانات خطا هو ما يقبلها اصلا. دي فكره الداتا فاليديشن، يعني بحيث انه انت تلتزم بادخال البيانات بشكل صحيح، ودي ان شاء الله هنتطرق لها اليوم. يعني النمره واحد دي ده الموضوع الاول هنتكلم عنه اليوم ان شاء الله. طيب الموضوع الثاني هنتكلم عن الاكسل فورمولاز، اللي هي دي الصيغ او الدوال الفورمولاز والفانكشنز اللي هي الدوال بتاعه اكسل، ودي كثير جدا من الناس مروا عليها، لكن في دوال كثيره جدا ومفيده جدا في بعض الناس ما يتطرقوا لها، وفي دوال اكستندد شويه طويله عايزه نكتبها بطريقه محدده، واذا ما كتبناها صحيحه ما بتدينا النتيجه. طيب ثلاثه هنشوف الصم اف ان صم اف اس، اللي هي الصم اف اللي هي بناخد المجموع اذا استوفت البيانات شرط محدد، والصم اف از اذا استوفت شروط محدده. عندنا ممكن نعمل شرط واحد على البيانات او نعمل مجموعه شروط، هذه الشروط ممكن تكون كرايتيريا معينه. وهنشوف الافريج اف عن افريج اف از، يعني احنا كيف نحسب الوسط الحسابي او المتوسط لكرايتيريا محدده او اذا عندنا مجموعه كرايتيريا. وبعدين نشوف الكاونت اف فانكشنز، دي برضه هنشتغلها في اليوم الثالث ان شاء الله. طيب اليوم الرابع هنشوف الشارت بيزكس ان ادفانس، اللي هي الرسوم البيانيه، نشوف الاساسيات بتاعتها احنا كيف بنعرضها والمحتويات حقتها، وكيف نعمل تشارت يكون تفاعلي بحيث انه اذا تم تغيير البيانات يتغير شكل التشارت، وبعدين يكون له شكل جمالي وكده، وبيختلف من التشارتس اللي احنا متعودين عليها وقاعدين نعملها بشكل عادي او احنا متعودين عليها. نعم. طيب في اليوم الخامس هنشوف الداشبورد، والداشبورد موضوع طويل ممكن ياخذ مننا جلسه او جلستين او ثلاثه، لانه هو موضوع يعني طويل وداير صبر وداير جلوس وداير تصحيح وداير كده وداير متابعه كثيره. طيب اليوم السادس اذا كان في زمن او المنصه تسمح هنشوف سيلكتد توبكس، اللي هي دي نحن بعد ما نخلص الخمسه مواضيع اللي عندنا دي بنجي نختار مواضيع بناء على طلبات الحضور، واختاروا مواضيع او مشاكل نحاول نحلها في اكسل، ما تواجههم مشاكل ما قادرين يحلوها او معادلات ما عارفين يكتبوها كيف يتعاملوا معاها. هنا في الحاله دي نحن بنختار المواضيع اللي هم اختاروها ونقدمها لهم في الجلسه الخامسه او السادسه او الجلسه الاخيره. زين. طيب جلسه اليوم هتكون بالشكل ده، يعني احنا دي جلسه اليوم هنبدا نتابع الشكل ده اللي هو الشكل اللي قدامنا ده هنتابعه، والمواضيع دي اللي هي 10 دي هنناقش اليوم، ونرسل لكم الملف على اساس ان الناس بعدين تطبق عليه الاشياء اللي نحن بنعملها. طيب انا ما هبدا من الصفر خالص، لانه الاكسل ده في ناس كثير شافته كده، عشان الحكايه ما تكون مثلا ممله او بورينج، الناس اشتغلوا لهم اشياء هم شافوها، لكن ببدا شويه شويه اذكر باشياء الناس متعوده عليها وادخل في بعض التفاصيل. طيب اللي هو بنبدا ب فيري سيمبل فانكشنز، نشوف دوال بسيطه جدا وصغيره في الاكسل. ثاني موضوع بنيجي نشوف كات كوبي بيست اند بيست سبيشال، اللي هو كيف نعمل نقص البيانات، نعمل كوبي للبيانات، كيف نلصق البيانات، كيف نلصقها بشكل خاص. يعني طبعا البيانات في اكسل هي عالم كبير وعميق وكده. طيب الموضوع الثالث هنشوف some special functions اللي هي بعض الدوال الخاصة.
ثاني حنمشي للفورمات سيل اللي هو احنا كيف ننسق الخليه بتاعتنا في اكسل. ثاني حنمشي لصام ستاتستيكال فانكشنز اللي هي بعض الدوالة الاحصائيه اللي هي دي في ناس كثيره جدا بتحتاج انه تشوف هذه الدوالة الاحصائيه. وانا طبعا اذكركم بالاتي انه الجلسات بتاعتنا دي احنا ما حنقول all statistical functions او كل الدوال، لكن حنذكر نماذج وبعد كده كل واحد على حسب اجتهاده ودراسته كده ممكن يمشي في التفاصيل. طيب نمرة 6 هنشتغل اكسل شورت كاتس يو شود نو، يعني هنالك بعض الشورت كاتس في الاكسل انت لما تكون ملم بها بتشتغل بسرعه ما بتحتاج تستعمل الماوس بشكل كبير. ثم نمشي للداتا فاليديشن اللي هو التحقق من صحه البيانات. والتحقق من صحه البيانات نحن هو طبعا موضوع كبير لكن هنشتغل فيه نماذج اللي هي الثلاثه المذكوره دي اللي هي كيف تعمل ليست، كيف تعمل ديت، كيف تعمل تكست. دي المواضيع اللي هنتكلم عنها اليوم. طيب تم ارسال الملف لكم، انا ارسلته لكم في الجروب وده بالنسبه للناس الحاضرين في الزوم، وبالنسبه للناس الحاضره في الفيسبوك انا صفحتي موجوده في المبادره، ممكن تكتبوا الرازد تفتشوا عليها تلقوها ورسلوا لي انا ممكن ارسل لكم الملف اذا عايزين. طيب عشان نشتغل صحيح الفكره في الملف الاتي، نحن نعمل نسختين من الملف، كل واحد مننا بيحفظ نسختين من الملف. النسخه الاولى تكون هي سورس او مرجع بالنسبه لي، النسخة الثانية يشتغل فيها يشتغل يطبق عليه. إذا حصلت أخطاء أو ما عرف يضبط الأمور تكون النسخة قاعدة صحيحة يبدأ يشتغل عليها من جديد، وكل مرة يعمل منها نسخة، بس النسخة اللي أنا مرسلها دي تكون دي النسخة الأصلية بحيث إنه هو يشتغل عليها. تمام؟ طيب دي الفكرة بتاعت جلسة اليوم، أتمنى أكون خفيف الظل عليكم وأبدأ أشتغل شوية شوية وما حنسرع في الشغل لحين ما الناس تبقى يعني عندها خبرات شوية وتتابع وهكذا. طيب دي المحتويات بتاعت جلسة اليوم. طيب نشوف الفايل حقنا. طيب ده ده الملف حقنا اللي هو هنشتغل عليه. هو ظاهر عندكم ولا لا؟ كده يا سلمى ايوه ده يا دكتورة، كده ظاهر الملف؟ ايوه كده ظاهر. طيب تمام اعمل ميوت للناس دي يا سلمى عشان الصوت ما تجينا كل الناس. بعد نهاية الجلسة نحن بنسمح لكم بتقديم أسئلة ونحاول نجاوب عليكم. اكتبوا إذا عندكم أي أسئلة أو كده اكتبوها في الشات ونحن نجمعها ونجاوب عنها. طيب الجلسة بتاعتنا اليوم بتتكون من الدرس الأول اللي هو ليسون 1 وليسون 2 وليسون 3 هنا وليسون 4 ليسون 5 ليسون 6 وليسون 7 ده اخر موضوع عندنا اللي هو ليسون 6 ده طويل شويه. ليسون 7 اللي هو الداتا فاليديشن. طيب انا منظم لكم الجدول ودي واحده من الاشياء اللي افترض انكم تتعلموها في اكسل، يعني لما يكون عندك جدول تنظمه ويكون شكله واضح وظاهر وكده وكل شيء مفصول لحاله وكده. طيب الدرس الاول very simple functions. نحن هنا عندنا نطاق من البيانات اللي هي البيانات اللي شايفينها هدية. دي مجموعه بتاعت بيانات، طبعا في اكسل انت ممكن تظلل البيانات بشكل ده تختار النطاق بتاعك والدوال اللي هنشتغل عليها تقريبا 6 دوال ممكن نرقمها 1 2 3 4 5 6 دي الدوال اللي هنشتغل عليها 6 دوال دي. طيب نشوف الداله والرينج والاشياء دي اللي هي نحن عندنا الرينج هو مجموعه بتاعت بيانات بتكون في صف واحد او في عمود واحد او في صندوق واحد بالشكل ده. شايفين؟
يعني نحن عندنا لما يقول لك رينج اوف داتا في اكسل يقصد الاتي: اما بيانات موجوده في صف واحد بالشكل ده، او بيانات موجوده في عمود واحد بالشكل ده، او بيانات موجوده في صندوق او في مربع او مستطيل بالشكل ده. ده كله رينج. نحن عشان نتعامل مع البيانات في الرينج دي بتكون عندنا مثلا داله نحن عايزين نحسب منها شيء من هذه البيانات، بعد ذلك اللي نحسبه دي يبقى وسط حسابي، يبقى مجموع، يبقى ماكس، يبقى من اكبر قيمه اعلى قيمه، وسط حسابي كده كاونت كيف نجمع اذا في شروط محدده، او نحسب اذا في شروط محدده او الى اخره. طيب نيجي نشوف مثلا الداله الاولى عندنا، مثلا داله من، داله من دي بتديني، الداله دي بتديك اقل قيمه في نطاق او في رينج، اقل قيمه في رينج. يعني هنا مثلا طبعا هنا عامل هنا الداله اهو كده، وده النتيجه بتاعت الداله، نحن دي النتائج بتاعتنا، وانا بعدين حاجه اوريكم احنا كيف حسبنا النتائج. طيب النتيجه بتاعت المين هنا الداله دي هي 10، بحيث انه يعني اقل قيمه هنا في النطاق ده هي 10. طيب انت طبعا اذا البيانات بتاعتك مثلا 9 زي البيانات اللي قدامي دي، واضح انك انت لو عايز تعرف اقل قيمه كم فبتشوفها، هو واضحه انها 10 وما بتحتاج تحسب لها معادله، لكن احيانا بتلقى عندك 20، بتلقى عندك 30، بتلقى عندك 1000، بتلقى عندك مليون من البيانات. فعشان تعرف اقل قيمه هنا انت بتحتاج داله توضح لك انت كيف تحسب المين. طيب دي الداله، انت لما تضغط على الداله في النتيجه بتاعتنا هنا بتظهر لك فوق هنا في شريط الادوات هنا بالدوال فوق يساوي من لنطاق اللي هو من دي 6 الى ام 6، اللي هو لما تضغط هنا شوف تحدد الداله هنا دبل كليك بيلون لك النطاق اللي هي محسوبه منه، شايفين؟ بيلون النطاق اللي هي محسوبه منه، يعني بمعنى لو عايز احسبها ثاني انا هنا الشغل حقكم انتم مثلا الاحسب هنا بالضبط هنا الاحسب الشكل ده من داتا، شوف من داتا اكتب يساوي من، تظهر لك كل الدوال اللي فيها الحروف بتاعت ام اي ان دي، انت بتختار الداله بتاعتك كده، بعد ذلك بيطلب منك تحديد النطاق، النطاق عادي نجي نحدد كده ده النطاق اللي احنا عايزين نحسب منه، ولاحظ انه لما كتبت من هو بيفتح قوس، انت بتحدد النطاق، بتقفل القوس، تعمل علامه مفتاح انتر، تظهر عندك النتيجه اللي هي بتبقى كام؟ تبقى 10، وكده تاكدنا من انه شغالين بشكل صحيح. شايف لما تعمل دبل كليك في النتيجه بيظل لك بلون مختلف النطاق اللي انت حسبته منه، هذا النطاق ممكن نثبته، ودي نشوفه في الحلقات الجايه او في الجلسات الجايه، وممكن نخليه متحرك بحيث انه شوفوا هنا احنا للنطاق ده من دي 6 من الخليه دي 6 الى الخليه ام 6، اللي انا حسبت اقل قيمه طلعت اقل قيمه كم؟ 10. طيب لو عايز اغير النطاق، شوف اللون الازرق الظاهر عندك دي انت ممكن فيه، لاحظوا فيه اربعه اركان، فيه اربعه اركان، انا ممكن احدد النطاق واغير النطاق اقول له يحسب هنا، بحيث انه انا اشمل معاي الصف الاول والصف الثاني، ممكن الصف الثالث لحد الصف السادس، ده كله هو ممكن يحسب لك اقل قيمه هنا، ولو عايز احسب اقل قيمه هنا في ده كلهم وتعمل انتر هنا يعطيك 9 نتيجه، و9 دي هي اقل قيمه في النطاق كله. هنا لما تظلل هنا تعمل دبل كليك في الخليه بيوضح لك انه انت حسبت من اي نطاق للبيانات، وهنا ال9 دي هي اقل قيمه في النطاق كله. شايفين؟ لو عايز ترجع للنطاق الاول عادي تضغط هنا بالماوس تسحب لفوق لحد ما ترجع الى النطاق الاول، وهنا اقل قيمه تبقى كم؟ تبقى 10. طيب الداله الثانيه عندنا ماكس اللي هي بنفس الطريقه بتديني اعلى قيمه، وهنا لما نعمل دبل كليك في الخليه اللي فيها النتيجه
بيوريني النطاق اللي انا حسبته منه، هنا لاحظوا انه اكبر قيمه هنا 102 هي تقريبا اللي هي دي اكبر قيمه هنا 102، وانا هنا عملت عليكم بس باللون عشان تشوفوها وكده. طيب لا، انا لو عايز اغير النطاق هنا اقوم اجي اظل مساحه ثانيه واعمل انتر، شوفوا هنا اكبر قيمه بقت كم؟ 200. 200 ليش؟ لانه النطاق بقى يشمل غير الصف الثاني اللي انا شغال عليه. ولو عايز ترجع لتحسب من هنا مثلا اكبر قيمه تطلع 102 هي ذاتها وكده. ولو غيرت اي قيمه مثلا هنا كتبت 500، شايف هو حيرجع القيمه هنا الى كم؟ الى 500، واذا تراجعت هنا يرجع القيمه لكم؟ ل 102. حلو؟ طيب وهنا نكتب الداله ماكس يساوي ماكس، خلاص ماكس دي بقت واضحه بالنسبه لنا. هنا نعمل كده، نحدد النطاق من هنا، نكتب القوس، نعمل انتر، النتيجه 102. حلو؟ دي الداله ماكس. نمشي ل طيب نمشي للداله صم. الداله صم اللي هي انك انت كيف تجمع البيانات في نطاق محدد. طيب هنا ايضا لما تعمل دبل كليك هو بيجمع لك الصف الاول. لو عايز تجمع الصف الاول الثالث والرابع مثلا، الصف الثالث والرابع اذا عايز تجمعهم الاثنين مع بعض، توسع النطاق وتعمل انتر بيجمع لك 893. ولو عايز ترجع النطاق للصف الثالث فقط بيجمع لك 431. ولو عايز تاخذ القيمه 14 دي او 74 دي برا، شايف النطاق هنا انا ممكن اقلله اخلي الحد اللي انا عايزه، اسحب كده بالماوس عادي لحد النطاق اللي انت عايزه وتجمع هنا، يجمع لك 251. هنا ترجع النطاق للحد بتاعه، تعمل اوكي يرجع لك ل 431. افريج كمان برضها من الدوال المهمه جدا. هنا بنشوف يساوي صم، هنا نحدد النطاق عشان نتاكد ان شغالين بشكل صحيح. نحدد النطاق هنا صم، نفتح فيها، نحدد النطاق حقنا لحد هنا، نقفل، نعمل انتر، النتيجه 431. طيب افريج اللي هو الوسط الحسابي، ولحد هنا يا جماعه الاربع دوال الاولى دي اللي انا شغال عليها دي دوال انتم متعودين عليها وكده. نشوف بعد شويه هنشوف الاختلاف في اللارج في السمول. دي دوال ممكن الناس تكون ما شافتها او ما تعودت عليها او كده، لانها ما كثيره الاستخدام. طيب هنا دارين نشوف الافريج، تكتب عادي يساوي افريج، تكتب الداله بتاعتك هو بيجيك بالشكل ده هنا، وتحدد النطاق بتاعك اللي هو الداله اللي هو لحد هنا شايفين، وتقفل القوس هنا، تعمل انتر، ده الافريج اللي هو 46.2. طيب نجي نشوف الداله لارج اللي هي هنا بالشكل ده، والداله سمول اللي هي هنا بالشكل ده. طيب الداله لارج دي داله بيحسب لي فيها، شوفوا هنا بيحسب لي اكبر رقم في النطاق ده والترتيب بتاعه. يعني شوف مثلا، شوف ال 54 هي هنا النتيجه، ليه هنا جت 54؟ وهنا بيقول ده، لاحظ هنا لاحظوا انه لارج الداله، فتح القوس، كتب دي 10 الى ام 10، يعني في النطاق من دي 10 الى ام 10 هو عايز اربعه، اللي هو بيعمل ابوستروفي اللي هي الكوما دي، يعمل كوما، الكوما المقلوبه دي اللي هو السبريتر دي، وبيكتب اربعه اللي هو النتيجه تطلع 54. 54 دي هي رابع اكبر قيمه في النطاق ده. شوفوا هنا النطاق دي رابع اكبر قيمه فيه هي 54. طيب هو نحن كيف بنحسب رابع اكبر قيمه هنا؟ يساوي لارج، لارج شايف، تفتح قوس، تحدد النطاق اللي انت عايزه من هنا، تعمل الفاصله، تكتب الاربعه، تقفل القوس، تعمل انتر، النتيجه 54. لو عايز اعمل ثالث اكبر قيمه، انا هو نغير من هنا، نكتب بدلا من اربعه نكتب ثلاثه، وهنا تجي النتيجه مختلفه اللي هي 57 اللي هي ثالث اكبر قيمه. بنفس الشكل سمول اللي هو سمول الداله ذاتها، انا ممكن
هنا كمان الدوال ممكن عشان ما تتعب تكتبها مرتين تجيب تحطها هنا، شايف؟ جات عندك هنا قلت بدل لارج تكتب سمول، لانه هي نفس الداله ونفس الرينج ونفس كل شيء، تكتب سمول سمول هنا وتتاكد ان انت كاتب بشكل صحيح، تعمل انتر تجيك كم؟ تجيك 47. ليش هنا 42 هنا 47؟ لانه هنا كتبنا ثاني اصغر قيمه وهنا ثالث اصغر قيمه، اذا غيرنا دي ل 2 النتيجه تجينا هي نفس ال 42 دي النتيجه بتاعتنا. طيب ده الدرس الاول اللي هو نحن كيف نكتب الدوال بشكل بسيط جدا، يعني يكون عندنا الداله ويكون عندنا نطاق من البيانات، نحن عايزين نحسب الداله سواء كانت من او ماكس او سم او افريج او لارج او سمول الى اخره. دي النتائج بتاعتها، ولاحظوا انه هنا النتائج متطابقه مع هنا، الاختلاف هنا بس في دي، يعني هنا كتبنا الداله لارج اكبر رابع اكبر قيمه، وهنا ثالث اكبر قيمه، اذا رجعناها ل 4 هنا ترجع النتيجه متطابقه بين 54 وهنا 42 42. انا من هنا بقول انه طريقه كتابه الدوال بتعتمد على انك انت كيف كتبتها بشكل صحيح، وبيديك النتيجه في خليه جديده. الحاجه الثانيه النطاق بتاعك انت ممكن، او الاطار بتاعك او الرينج بتاعك انت ممكن تحدده بالسحب بالماوس هكذا، تحدد النطاق بتاعك وهو يحسب لك الوسط الحسابي، يحسب لك اكبر قيمه ويحسب لك اقل قيمه او الى اخره. دي شكل بسيط جدا من اشكال الدوال اللي بنستخدمها او بتلاقينه في اكسل. ليش؟ لانه احنا لما نمشي الجلسه الجايه الثانيه بتاعت بكره او يوم الخميس ان شاء الله، حندخل في دوال ممكن تكون اكستندد شويه طويله وفيها تفاصيل وفيها رينج وفيها الى اخره. طيب ده الدرس الأول، أتمنى يكون كان واضح بالنسبة لكم، عشان إذا ما في أي سؤال أو كده نحن ننتقل إلى الدرس الثاني. طيب إذا في سؤال ممكن ترفعوا يدكم من الزوم تحت، طيب في ريس هاند، إذا في سؤال ممكن أجاوب عليه سريع قبل ما نمشي للدرس الثاني. نمشي ليه؟ طيب نمشي للدرس الثاني اللي هو نجي نشوف كيف نعمل كت كوبي بيست اند بيست سبيشال. دي يا جماعه واحده من الاشياء اللي نحن بنتعامل بها في الاكسل، وعايزين الناس تتعود على عمليه الكت كوبي بيست اند سبيشال بيست، كيف ننقل بياناتنا وكيف نعمل منها نسخه وكيف كده. طيب نجي نشوف كت. كت انك انت بتقطع بيانات وانت عايز توديها مكان ثاني، يعني احنا لما نقول كت بنقطع البيانات نقصها، لكن عايزين عندنا رغبه في انه نلصقها في مكان ثاني. لما نعمل ديليت هنا نحن هنحذف البيانات مره واحده. الفرق بين كت وديليت في الاكسل او في اي واحده من الاوفيس ابلكيشنز، انك انت لما تعمل ديليت انت بتمسح كل شيء، لما تعمل كت انت بتمسح على امل انك انت عايز تلصق في مكان ثاني. طيب احنا اصلا كانت عندنا دي هنا، شايفين لما اجي اعمل كت عملت لها كت اللي هو كت كنترول اكس، شايف من هنا تظلل النطاق بتاعك، تعمل كنترول بلس اكس تحدد انت عايز تحط البيانات وين، تعمل كنترول في تلصقها هنا، لاحظوا انها سحبت من المكان الاول ورجعت الى المكان الثاني تماما. ده الكت، كت كوبي اند بيست. احنا عملنا كت، لما تعمل كت هو بيعمل كوبي مباشره، يعني كنترول اكس دي خلاص هي قص وكوبي في نفس الوقت. طيب نعمل كنترول في هنا، نحن نقلناها ليه؟ لمكان ثاني. طيب في طريقه ثانيه للنقل اللي هي كت وبيست، اللي هو دي البيانات بتاعتك ظاهرة قدامك بالشكل ده، انت بتحرك الماوس هنا لحد ما يظهر في واحد من اطرافها، يتغير شكل الماوس، شايفين؟ من شكل الصليب الابيض ده الى اللون الاسود ده، وانت هنا بتسحب لحد ما توصله الى المكان اللي انت عايزه. لاحظوا هنا شكل المربع الاخضر ده، انا بياناتي هتجي هنا، هرفع من هنا هلقى بياناتي جات وين؟ جات هنا. فدي ما فيها كت لكن هي نسخ، بحيث انه ينقل البيانات من مكان الى
الى مكان اخر نجربه مره ثانيه، شايفين؟ قال هنا بالشكل ده، لا لحد هنا اوكي، لحد ما يبقى شكل الماوس معاه الاسهم الاربعه في اربع اتجاهات، تبدا تسحب الين تصل المكان اللي انت عايز توصل له، يبقى شكله باللون الاخضر دي. بعد ذلك ترفع بتجي البيانات بكل سهوله ويسر، يعني ما في اشكاليه الحكايه دي. يعني عادي من هنا شايفين، تجيب تحطها هنا او هنا او كده. بس المشكله اللي هتواجهك هنا اذا عايز تحطها في اي حته، ما تحطها في مكان فيه بيانات موجوده، بحيث انه اذا نقلتها لمكان فيه بيانات موجوده خلاص هو هيسحب البيانات دي ويركب لك البيانات الجديده دي. عشان كده احنا عايزين لما نجي ننقل بيانات نحاول ننقلها في مكان فاضي او نبعدها شويه لو عايزين المساحه. يعني مثلا لسه هنا في مكان انا لو عايز استفيد منه من هنا بظلل ليا شايفين كده، بسحب هنا استفيد من الحته دي، لو عايز اكتب فيها معادله، عايز اجيب فيها صوره، عايز اعمل اي شيء استفيد من المساحه دي واحافظ على البيانات حقتي. طيب دي الكت والبيست. طيب نجي هنا للبيست سبيشال. البيست سبيشال نحن عندنا منه اشكال. طيب شوف هنا، لاحظوا انه الديفرنس ده هنا عندنا برودكت، مثلا عندنا خمسه او سته برودكت، عندنا تارجت، عندنا سيلز. التارجت بالشكل ده مثلا 500 400 300 الى اخره، السيلز كانت بالشكل ده. الديفرنس بتوين التارجت اند سيلز، ودي يعني معادله كمان برضو اذا عايزين تشوفوها، اللي هو كده احنا عملناها بالشكل ده، اللي هي يساوي الخليه دي ناقص الخليه دي. حددنا الخلايا الاثنين عملنا انتر خلاص، وبعد كده تجي تسحب هنا ودي الجوال بيديك الفريق في كل الخلايا بتاعتك ذاك الفريق. طيب نجي نشوف هنا، احنا عايزين نعمل بيست سبيشال. البيست سبيشال واحده من الاشياء اللي الناس بتعاني منها، انه هو عمل له نطاق بتاع بيانات حسبه من معادله بالشكل ده، عايز ينقله في مكان ثاني، شايفين الشكل ده، عايز تنقله زي ما انت نقلت قبل شويه هنا، ديل نقلنا ده نقلناه للمكان ده، هيجيني شنو؟ هيجيني بمعادله. لاحظوا فوق هنا انا لما اكتب ال 23 دي، ال 23 دي هي معادله عباره عن سي 19 ناقص دي 19، سي 19 اللي هي الصف رقم 19 الكولوم سي، والدي 19 الصف رقم 19 الكولوم دي. المعادله دي 23، بحيث انه اذا تغيرت دي الى 522 ال 23 دي هتتغير ل 22، شايفين؟ طيب يبقى انا هنا لما نقلتها ما نقلتها الا المعادله بتاعتي ذاتها، فممكن ارجعهم عادي هنا مكانه، ما هو هنا بالشكل ده ورجعهم. طيب البيست سبيشال انه انا بنسخ البيانات بالشكل ده واجي الصقها هنا في مكان ثاني على اساس انها قيم، وانسى حكايه المعادلات خلاص. يعني انا قبيل ال 23 دي الان بقت سالب 23 وما عندها علاقه بما يحدث هنا في الخلايا اللي انا حسبتها منها. هنا في الحاله دي انا اعمل بيست سبيشال. بيست سبيشال اللي هو عشان تلصيقه هنا انا داير بيجي بالشكل ده، بعدين عشان تكون الامور بالنسبه لكم واضحه انا عايز انقلها هنا وبعدين انا بجي بنسخها من هنا كنترول سي اظلل هنا واجي المكان اللي انا عايز الصقها فيه وكليك بالزر العكسي هنا وبجي للبيست سبيشال انا عايز الصقها على اساس انها هي شنو؟ فاليوس وليس فورمولاز، انا عايزه يجيب لي القيم كما هي وينسى حكايه الفورمولا دي. وهنا بعمل اوكي بتظهر عندي القيم ذاتها بدون ما تكون في معادله، انه ظاهر سالب 23 سالب 112 33 والى اخره. طيب عندنا كمان خيار ثاني اللي هو ترانسبوز. الترانسبوز انه انا البيانات اللي انا نسختها هي في صف انا عايزها تكون في عمود، او العكس انا عايزها في عمود هي انقلها من عمود انزلها في شنو؟ انزلها في صف. فهنا نحن هننقل البيانات دي بالشكل ده. طيب نجي نعمل كليك بالزر العكسي بعد ما نسخها نتاكد ان ناسخينها اول حاجه كوبي من هنا، وبعدين هنا بيست سبيشال بيست، هنا نختار ترانسبوز اللي هو تحويل الصفوف الى اعمده والاعمده الى صفوف، بنقول لي بشكل شنو؟ بشكل افقي، يقوم برصها لي هنا بالشكل ده.
ودي زمان احنا بنعاني منها لما تجينا بيانات واحد يكتب بياناته بشكل غلط، يكتب الصفوف في الاعمده والاعمده في الصفوف. اذا ما بتعرف تعمل سبيشال تيست هنا انت هتتعب في انك تنقل البيانات لانها بيكون حجمها كبير وكده. فهنا سبيشال او بيست سبيشال دي نحن بنعمل فيها ايش؟ نحن بنلصق بها بيانات كانت موجوده في عمود وحولناها لصفحه، بنعمل كوبي للبيانات، نحدد الخليه اللي عايزين نبدا منها نلصق، كليك بزر العكسي بيست سبيشال، نختار ترانسبوز اللي هو تحويل الصفوف الى اعمده والاعمده الى صفوف، فهنا بتظهر بالشكل ده وهنا بعيدا عن الدوال اللي انا كتبته. تمام؟ طيب ده اللي هو الدرس الثاني اللي هو كيف تعمل كت كوبي بيست بيست سبيشال. ودي بس يا جماعه عشان بكره لما او يوم الخميس لما نشتغل نعمل كوبي وبيست سريع سريع، انتوا ما تكونوا يعني تطلعوا بر الموت والى اخره. طيب نجي هنا لل الدرس الثالث اللي هو سم سبيشال فانكشنز، اللي هي دي بعض الدوال الخاصه شويه، يعني انت تحتاج لبعض الدوال انت تشتغل عليها. شوف مثلا الداله الاولى لوج، اللوج هو داله برضو انت بتكتب، لو شايف الداله تظهر عندك بالشكل ده لما تكتب تضغط على الخليه فوق بتظهر لك الداله دي، الطريقه اللي بتكتبها. طيب الداله دي ليه هدتني اربعه؟ وهنا عدتني أربعة لأنه نحن الدالة بتاعتنا لوج، واللوج يقصد به اللي هو القوة التي يجب أن نرفع إليها الأساس ليساوي العدد. دي طبعا بتحتاج لنا شوية رياضيات يا جماعة، في ناس طبعا هنا شوية رياضيات يطولوا منها، ناس التاريخ والجغرافيا والأشياء دي أو حسب التخصصات ممكن يكونوا يطولوا من الجغرافيا. هنا لوج هنا 10,000 للاساس 10 اللي هو شنو لوج 10,000 للاساس 10 ده بيقصد بيه الاتي. اذا بقدر لكم الحكايه شويه هنا وكذا. طيب لوج 10,000 للاساس 10 اللي هو القوه التي يجب ان نرفع اليها العشره عشان تساوي 10، اللي هو نحن هنا يفترض نرفع للقوه كم؟ للقوه 4. يعني اذا حولنا ال 10,000 دي ل 1000 هتتحول النتيجه ل 3، شايفين؟ بقت 3، بقت 3 ليش؟ لانه نحن ال10 دي نحتاج نرفع للقوه 3، يعني اضربها بنفسها 3 مرات بتدينا 1000. اذا ضربتها في نفسها 4 مرات بتديك 10,000، عشان كده احنا نكتب 10,000 النتيجه تبقى كم؟ 4. واذا كتبت 100,000 النتيجه تبقى 5، شايفين؟ وهكذا. طيب الداله لور وابر، دي الدالتين انا هكتب هشرح لكم بطريقه بحيث انه يكونوا كبيرين شويه. هنا شوفوا لاحظوا انه الداله لور هنا مكتوبه مره لور بابر كيس وثاني مكتوبه بلور كيس، وابر مكتوبه بلور كيس وثاني مكتوبه ب ابر كيس. طيب كيف؟ لو عايز اكتب كلمه لور دي او اي كلمه انت عايز تكتبها بحروف صغيره انت بتستخدم الداله لور وتحدد الخليه اللي انت عايز تكتبها. يعني شوفوا مثلا الداله لور لور سي 40، دي 40 ودي سي اللي هي دي الخليه اللي انا هشتغل عليها اللي هي اللور. انا قلت عايز الداله لور لسي 40، يعني الحروف الموجوده في سي 40 اكتبها لي ان لور كيس، لور كيس يعني سمول ليترز. طيب لاحظوا هي مكتوبه بكابيتال ليتر، انا جيت هنا كتبتها بسمول ليتر، فالداله هنا لور دي تعني انه انا اكتب لور لسي 40. حتى شوفوا لو عايز اكتب الداله لور دي لكن ما لسي 40، عايز اكتبها ل اود لدي في مثلا هنا شايفين؟ هيكتب لي اود هناك لكن بحروف صغيره، لان هنا كانت حروف كبيره، لكن انا هنا اخترت اللي هي سي 43 اللي هي الخليه دي هو كتب لي هناك بحروف صغيره، بمعنى انه الداله لور بتكتب لك الخليه اللي انت حددتها او النطاق بتاع الخلايا اللي انت حددته كله يكتب لك بشكل حروف صغيره. والداله ابر عكس الداله لور، انك انت هنا تيجي تكتب ابر للخليه
سي 41، انا داير اكتب كلمه ابر ذات اللي موجوده بحروف صغيره، عايز اكتب بحروف كبيره، بغير اسم الداله لابر وبحدد الخليه وبعمل شنو؟ بعمل انتر، صار لي الكلمه بحروف كبيره. هنا لو عايز اعمل لور للداله سي 40، بس اغير فقط الثلاثه دي لاربعه عشان ارجع لي كلمه لور لمكانها الصحيح، ونجي لي كلمه لور كده لان المرجع بتاعي رجع الخليه سي 40. تمام؟ طيب نيجي للداله اوت و باور. باور ايضا، باور دي اداله القوه. القوه يعني عندي رقمين، عايز اعرف 2 للقوه 3 بيساوي كم؟ مثلا 2 للقوه 3 النتيجه 8، شايفين هنا في الداله مكتوب 2 للقوه 3 بيساوي 8. اذا غيرت الثلاثه دي ل 4 طوال حتوصل عندك 15، شايفين؟ و5 32. هنا 5 2 5 تبقى كم؟ 32. تمام؟ دي باور. يعني لو عايز القوة اللي هو تكتب 2 للقوة 5 بيديك كم؟ 32. 2 للقوة 10 بيديك رقم كبير، أو نقول للقوة 8 تقريبا 256، شايفين؟ طيب اود. اود هنا أنت دي بسموها دالة الاود اللي هو الفردي تقريبا، او رقم فردي. طيب فردي كيف؟ انت لما تكتب له رقم زوجي بيديك اقرب رقم فردي له، شايفين؟ دي برضه دي من الدوال يعني ما كثيره الاستخدام. لكن مثلا شايفين مثلا هي لو كتبنا 7 او كتبنا 6 رقم زوجي 6 هيكتب لنا 7، ده اقرب رقم فردي للفرد. طيب ايفن، اذا كتبت رقم فردي هو يديك اقرب رقم زوجي له، مثلا كتبنا 79 هيكتب 80، شايفين؟ يعني بس عشان نعرف فكره الدوال وكده. طيب 79 هيكتب كم؟ هيكتب 80. طيب اللي هو الدوال دي موضحه هنا يعني عشان تقروا هنا بعدين نشرح لكم ومرفقه لكم في الملف. شايفين؟ هنا LCM اللي هو ده least common multiple اللي هو ده القاسم المشترك الاكبر، زمان كان مغلبكم في الرياضيات ده. هنا القاسم المشترك الاكبر انت بتكتب LSM اللي هو بيساوي LSM، بتكتب مجموعه ارقام، هذه الارقام هو هيكتب لك القاسم المشترك الاصغر بتاعه اللي هو اصغر رقم بيقبل القسم على هذه الارقام جميعا. فهنا انا اخترت لكم الارقام مثلا 4 و2 و6 و8 اللي هو 6 اللي هو الرقم 24 بيقبل القسم على 4 وعلى 2 وعلى 8 وعلى 6. اذا اختصرنا ال 8 دي هتمشي النتيجه تبقى 12، لانه ال 12 بتقبل القسم على، احنا طلعنا ال 8، اذا رجعنا ال 8 مره ثانيه كتبناها هيمشي لكم؟ ل 24. طيب اذا كتبنا 5، شايفين عشان 24 دي ما تقبل القسمه على 5 مثلا، محل الاثنين دي كتبنا 5، شايفين؟ هيديني اقل الرقم بيقبل القسمه على 4 و5 و6 و8 اللي هو كم؟ 120. ودي some special functions في الاكسل. مظبوط؟ طيب ولقدام هنجي نكتب دوال. طبعا الدوال دي دوال بسيطه، من يوم الخميس ان شاء الله ما حنمشي في الدوال البسيطه دي، حنمشي لدوال اكبر. طيب الليسون 4 الدرس الرابع هنشوف فورمات سيل اللي هو كيف ننسق الخليه بتاعتي. طيب في الثلاث دروس الاولى دي اذا في سؤال، عشان الحكايه ما تبقى كثيره وطويله، نشوف اذا في سؤال او كده ممكن نجاوب عليه. تمام، سؤال ما واصل. فيسبوك فيسبوك طيب
نمشي للدرس الرابع اللي هو فورمات سيت. نحن هنشتغل في نفس البيانات بتاعتنا دي، نيجي نشوف كيف ننسق الخلايا. طبعا نحن كلنا بنشوف مثلا انه في خلايا هنا ملونه، والخلايا فيها ارقام، وفي خلايا واسعه، وفي خلايا ضيقه شايله الكتابه وما شايلها وكذا. طيب شوف، نيجي نشوف اول درس يوز 1000 سيبريتر اند ديسيمال بليسز. نحن عشان نضيف له البيانات بشكل جمالي كده، افترض نكتب لها 1000 سيبريتر، اللي هو نحن نجيب فاصله الالف. فاصله الالف دي عشان تجيبها في بياناتك يا جماعه، ممكن تظلل بياناتك كلها وتجي تختار فورمات سيل. من فورمات سيل تجي تختار النمبر، والنمبر تختار اليوز 1000 سيبريتر هنا، وتعمل اوكي بالشكل ده كده. لاحظ انه ظهر الساوند سيبريتر لكل البيانات بتاعتي، واضاف لي 2.20. اذا ما عايز الفاصله العشريه ترجع هنا للديسيمال بليس، تحاول تخفضها تخليها صفر عشان ما تديني، اذا ما عندك كسور او كده تحتاج منازل عشريه، هذه بياناتك تظهر بالشكل ده. ظهر فيها شنو؟ اللي هو السيبريتر. طيب ده اللي هو الساوزن سيبريتر، اللي هو فاصل الالف، اللي هو كليك بزر العكسي. وبعدين يا جماعه نلاحظ بصفه عامه الكلام ده مش في الاكسل، في كل التطبيقات وفي كل مكان الرايت كليك بيختلف حسب المكان اللي انت وضعت فيه الماوس. كل ما تعمل رايت كليك، وبنلاحظ الكلام ده لما نيجي بعدين للشارتس اللي هو الجرافيكال برزنتيشن، نشوف كيف نعمل البيانات. بتاعتك كيف نعمل كليك فيزيت العكس. شايفين هنا تختار الخلايا بتاعتك وتحدد ال 1000 سيبريتر، تاخده تحذفه يعني، ترجع تلقى بياناتك ترجع كما هي. ممكن تظلل الخلايا من هنا وترجع تجيب ثاني من جديد ال 1000 سيبريتر فاصل ال 1000 هنا، تيجي تعمل كده. ده الشكل الاول من اشكال الفورمات بتاع ال 1000 سيبريتر. طيب نشوف البورتس. طيب البوردرز اللي هي دي حدود الخلايا، انت بتظلل الخلايا اللي انت عايز تعملها بوردرز، شايفين؟ ونجي من هنا نختار شكل البوردر اللي احنا عايزينه. البوردرز اللي هي حدود الخلايا، شايف هنا حدود سفلى، حدود عليا، حدود لليسار، حدود لليمين، بدون حدود، كافه الحدود، حدود خارجيه سميكه، او حدود خارجيه وحدود خارجيه سميكه، وهنا خطين وهنا خط سميك زي اللي انا عامله هنا. فلاحظ انت احيانا مثلا هنا خط تحت السميك ده بيديك يعني حاجه جماليه كده للخليه بتاعتك، وطبعا الخطوط بتاعتك والاشياء اللي انت بتختارها بحيث انه تكون شكلها جميل. فدي البوردرز، انت ممكن تيجي تختار عادي من هنا حدود البوردرز هنا مثلا، نقول اول بوردرز اللي هو كافه الحدود، شايف بظل لك الحدود كلها. طيب هنا نجي للفيل كلر اللي هو تعبئه الخليه. الخليه دي انت ممكن تختار فيها هنا، تيجي تعمل لها هنا بالشكل ده الوان بحيث ان الخلايا يكون شكلها لون مختلف. لو عايز حد يأشر عليها او عايز تشوفها او تلفت لها النظر او كده، تعملها بلون مختلف بحيث انه اللي عاين لها يشوف الخلايا بلون مختلف. طيب الالاينمنت هنا اللي هو ده الى اليسار او الى اليمين او الى الوسط هنا، او الى اعلى، او الى هنا مثلا في النص، او الى اسفل. دي الخليه بتاعتك ممكن تعملها من هنا بالمحاذاه بتاعت الخليه. نحن دائما بنحاول نخلي الخليه بتاعتك الى اسفل الى اليسار طالما احنا شغالين باللغه الانجليزيه. طيب الراب تكست، الراب تكست اللي هو نحن احيانا بنكون عايزين نكتب في خليه واحده لكن في سطرين. فنحن يا جماعه لما نكتب مثلا مثلا اكسل، شايفين هنا مثلا اكسل عن داشبورد، تظهر في سطر واحد. الراب تكست انك انت لو عايز العباره بتاعتك تظهر في سطرين، تحدد من هنا تعمل الت انتر، تظهر عندك العباره بشنو؟ في سطرين. شايفين؟ هنا لكن انت الا هنا شايف، شايف
تكبر السطرين كده، فتلقاها ظهرت منك العباره في السطرين، ودي بتحتاجها 200 لما الخلايا بتاعتك تبدا ضيقه او الى اخره. انت بتحتاج تكتب رابتكست اللي هو شنو؟ انه الخليه الواحده يكون فيها سطر واحد او سطرين او ثلاثه او على حسب ما ترغب فيه انت. ودي هي فورمات سيل، والفورمات سيل يا جماعه كتير وفيه تفاصيل كثيره هي اللي قدام اللي نشوف كده. الخطوط اللي لاحظوا برضو من ضمن الاشياء اللي انا عاملها في الفايل ده خطوط حمراء. الخطوط الحمراء دي بس عشان احنا نكون كملنا الدرس. يعني انا عامل صف كده، انا عامل صف كده كامل كده، وعملت له لون احمر عشان افصل به لو ما عايزين لون مثلا هنا اختار بدون لون ابيض كده وخلاص يعني كده. فهنا تختار لون احمر تفصل به الدرس بتاعك وتكون خلصت. فدي طريقه او طرق جماليه انت ممكن تستفيد منها عشان تخلي الملف بتاعك يكون مفصل بشكل جيد. طيب نمشي للدرس الخامس اللي هو الصم ستاتستيكال فانكشنز، اللي هي دي الدوال الاحصائيه اللي هي كميه كبيره جدا من الدوال نحن ممكن نستفيد منها ونستخدمها في حساب البيانات الاحصائيه. وهنشتغل للرينج ده، الرينج اللي هو النطاق ده من البيانات. طيب بشكل طيب نشوف مثلا الداله من اللي هي دي شفناها قبل شويه. طيب هنا هيديني اقل قيمه في النطاق ده. لما تعمل دبل كليك داخل الخليه اللي فيها النتيجه اللي هي 9 دي، تعمل دبل كليك هو بيلون لك كل النطاق اللي حسبت منه هذه القيمه. انت لو عايز تغير النطاق ده ما فيش اشكاليه، تسحب لحد المكان اللي انت عايزه كده وتعمل انتر وبتديك النتيجه بتاعتك تتحولت الى 12. لو عايز ترجع النطاق لما كان عليه اللي هو بالشكل ده كده تعمل انتر. فانت لو حسبت مثلا حاجه وجيت حسيت بانه في خطا من هنا، مثلا لو حسبت من هنا، لو عايزين نحسب مثلا المينيموم ليه ده؟ يعني 12. لا انا ما عايز احسب ليه ده، لقيت نفسي انا عايز احسب لصف ثاني، تسحب عادي لحد ما تصل للصف اللي انت عايز تحسب ليه وتعمل انتر، بتجيك النتيجه بتاعتك اللي هو هنا في المكان اللي حددناه ده اقل قيمه 42. شايفين؟ ترجع هنا للعمود الاول تعمل انتر، هنا اقل قيمه 12 ولو لاحظ هنا اقل قيمه 12. ولو عايز تحسب لكل نطاق اسحب هنا تعمل انتر، اقل قيمه كم؟ اكبر قيمه 200 نفس المستوى. الرينج اللي هو ده يساوي القيمه الكبيره ناقص القيمه الصغيره، لاحظوا انه يساوي ب 69 ناقص ب 68 اللي هو 200 ناقص 9 اللي هو 391 افريج هنا. والافريج هنا انا حاسبه للنطاق ده لانه عايز اوريكم بس كيف نوسع النطاق بتاعنا. لو عايزين نحسب الافريج للكميه دي كلها نعمل اوكي، بيجي الافريج للكميه دي كلها. الفيرينس، الفيرينس السامبل اللي هو الفيرينس انت هنا لما تيجي تحسبه تكتب الداله بتاعتك فيرينس اللي هو كده شايفين مثلا هنا يساوي فيرينس، فيرينس شايفين كده السامبل كده، وبتحدد انت النطاق بتاعك البيانات بتاعتك بالنطاق الفولس يعني انتر بيجيك الفيرينس بتاعك والستاندرد ديفيشن برضه تحسبه ليه هذا النطاق ودي النتيجه بتاعتك. والستاندرد ديفيشن ده هو اللي هو الانحراف المعيار اللي هو 1.3. طيب نمشي للدرس السادس اللي هو اكسل شورت كاتس يو شود نو، اللي هي دي بعض الشورت كاتس اللي انت محتاجها. وانا اعمل بريك شويه كده عشان الدرس ده عايز منه تركيز شويه. طيب الدروس الخمسه الاولى اذا في سؤال تقدموه لي قبل ما امشي الى الدرس السادس عشان الناس ما تشوف الكتابه الطويله وكده، لانه الفلتر ده بيبدا فيه شويه بنبدا ندخل اللي جوه شويه. طيب في سؤال؟ في سؤال قبل ما نواصل؟ وبعدين يا جماعه اي داله انا كاتبها لكم او اي حاجه
الشارحة لكم تلقوها موجودة في الملف بالتفصيل. طيب إذا ما في سؤال نواصل. طيب نجي نشوف الفلتر. شوف الفلتر ده هنا هو دالة بتفرز لي البيانات حسب كرايتيريا أنا وضعها. الفلتر ودي البيانات بتاعتي هنا، دي البيانات بتاعتي بالشكل ده، دايرين نعمل لها فلتر. الفلتر يا جماعة احنا بنعمله بكنترول شيفت زائد ال، ثلاثة مفاتيح مع بعض بالترتيب، كنترول ثم شيفت ثم ال. يعني هنا تخط المؤشر بتاعك في نطاق البيانات. الفلتر اللي هو زي ما قلنا يا جماعة بيختار لي بيانات، ما بيديني كل البيانات، بيديني جزء من البيانات اذا استوفت الشروط بتاعت الفلتر بتاعتي اللي هو كنترول شيفت ال. هنا في سامسونج مش مظبوط، طيب في حاجة ما مظبوطة ما داير يمشي معاي، لكن هو الاختصار بتاعه هو هذا كنترول شيفت ال. انت بتجي من هنا برضه ممكن نعمل يا جماعة من داتا فلتر بالشكل ده، بيظهر بالشكل ده الفلتر. فنحن هنا كنترول شيفت ال هو ده الاختصار بتاعه. في رسالة بتجي ايرور ما عارف ليش نو سيلز. غريبة، أنا هنا مشت معايا يا دكتور، كنترول ماشي. أدتني الفلتر كنترول شيفت ال. هي صحيحه، لكن احيانا يكون معلق او كده كده، نحاول نحفظ البيانات بتاعتنا نشوف الفكره. اي كنترول شيفت ال تديك الفلتر. ايوه طيب، واذا عايز طيب انا اشرح لكم الفكره وبعدين نجي نشوف تطبيق كيف. طيب تحدد النطاق بتاعك كنترول شيفت ال. احيانا لما تضغط على الجهاز كثير بتكون فاتح كم حاجه، انا فاتح بيانات كثيره الميموري بتكون مش مظبوطه. طيب كنترول شيفت ال بيديك الفلتر وبياخده بعد، يعني انت بتنزل الفلتر بالكنترول شيفت ال وبتاخذ الفلتر بالكنترول شيفت ال الاثنين، يعني مره بتجيبه ومره يعني. طيب كنترول شيفت ال اذا نحاول، لا يبدو انه في حاجه هنا بس ما عايزه تعمل، لكن خلاص. طيب ممكن اذا ما عايز تعمل بالكنترول شيفت ال او وقف معاك زي دي، تجي من الداتا تختار فلتر بيظهر عندك بالشكل ده، وتعيد الفلتر وفلتر وتعيد الفلتر تاخده اون واوف. طيب هنا ممكن تجي تحدد الفلتر انت عايزه باي شكل. شوف لما تعمل تضغط في السهم ده هنا في السيلز، لاحظوا هنا عندي برودكت من اي الى جي، التارجت بتاعي للديل والسيلز. طيب في الفلتر انا بعمل ايش؟ مثلا هنا في السيلز بختار من السهم ده، بضغط على السهم ده بيديني القائمه دي بختار نمبر فلتر. مثلا لو عايز الارقام ايكوالز مثلا 118، لاحظوا بس انا 118 اخترتها لانه جايبها قدامي هنا ظهر. هنا لما تعمل اوكي يظهر لك فقط الرقم 118، الباقيين كلهم خلاص هو حذفهم، لانه انا قلت له احدد لي اذا كان السيلز تساوي 118. شايفين؟ ممكن اجي اقول له does not equal to اي رقم 200. انا شايف طيب نقول 118 ذاته عشان يظهر كل البيانات ويخفي ال 118. شايفين؟ ال 118 ما حتظهر لانه انا قلت له اديني كل البيانات الا 118. تلاحظوا هنا انا اخترت does not equal to 118. طيب هنا عايز اختار greater than، greater than 120 هو هنا كل البيانات اكبر من 120. طيب نقول له greater than 200 هيديني فقط البيانات اللي اكبر من 200. لاحظوا هنا هيديني اللي اكبر من 200 فقط، اي قيمه ظاهره الان اكبر من 200.
هنا ممكن تختار قيمة تقول له أقل من 200، شايف؟ هيرجع اللي كانت محذوفة، هيظهرها ويحذف الموجودة قدامي لأنه دي أكبر من 200. شايف هنا جاب لي القيمة ده الأقل من 200. هنا بعد ممكن تختار تقول له between مثلا 140 و 230، عايز بين الارقام دي، شايف 140 230، دي الارقام اللي بين 140 و 230، هي اكبر من 140 واقل من 230، وهكذا تمشي انت في بقيه الارقام. مثلا هنا above average اللي هي الاكبر من المتوسط يعني. طيب ممكن تختار كمان هنا بلو افريج اللي اقل من المتوسط. لو عايز تشيل الحكايه مره واحده ترجع للفلتر تاخده مره يرجع لك بياناتك زي ما كانت، ودي بيانات القاعده كلها، وممكن تعمل الفلتر ده كنترول شيفت ال اللي هو ده انا احاول اعمله بالكيبورد وكده. ما عايز يظبط، ما عايز ليش؟ مع انه قبل لما جهزت الملف كان مظبوط. طيب ده الفلتر اللي هو الكنترول شيفت، احنا نعمله بالشكل ده وممكن تعمله من طيب تيبل. التيبل ده يا جماعه نحن يعني في الاكسل هو حاجه احنا قاعدين نتعامل معاها بشكل اساسي ومهم جدا وبنستفيد منه، وهو عالم كبير يعني الجداول. كل المطلوب منك هو عشان تعمل جدول البيانات يا جماعه، ما تغركم منها، هي كده هي ما موجوده في جدول، انا عشان تكونوا شايفينها بشكلها الاساسي وبشكل خلاص. طيب عشان نعمل جدول انت تضغط في اي مكان داخل النطاق بتاعك كنترول تي، شايف؟ بيديك الخيار هنا كرييت تيبل، انك انت كيف تنشئ جدول، وماي تيبل هاز هيدرز، الجدول اللي يقول لك عنده الهيدرز اللي هم ديل عناوين الأعمدة فوق، إذا مظبوط تعمل أوكي. لما تعمل أوكي هنا بينشط لك الجدول بالشكل ده، فأنت تختار الشكل اللي أنت عايزه، عايز جدولك باللون ده أو بالشكل ده على حسب الألوان بتاعتك والأشكال دي كلها خيارات، أنت ممكن تعمل منها الجدول حقك. وبعدين الجدول ده ممكن تعمل له مجموع، ممكن تعمل له كده الى اخره. بعد ما خلصت من الجدول حقك عادي تجي تعمل كومبير تو رينج، ترجع الجدول زي ما كان، لكن ما برجع الالوان الاخيره اللي انت اخترتها. لو عايز ترجع الوانك تنسخ هنا الشكل ده، برجع لك الشكل زي ما كان. هنا يا جماعه عشان تذكروا كنترول تي الجدول، تعمل اوكي بيصير لك الجدول بالشكل ده، تقدر تختار له هنا الفورمات اللي انت عايزه، الشكل اللي انت عايزه، مثلا اختار من الشكل ده هيصير من الشكل ده. هنا عشان تاخذ الجدول اوف تختار كونفيرت تو رينج بالعربي. طيب انا افتح لكم جهاز ثاني بالعربي عشان العربي ده شويه العربي بتساوي كونفيرت تو رينج، ارجع لي ما في مشكله. كونفيرت تو رينج احنا نرجع الملف بتاعنا، وبيجيك رساله زي دو يو وانت تو كونفيرت تيبل تو نورمال رينج، ترجعه لشكل الطبيعي، فبيرجع عندك بالشكل الطبيعي لكن الالوان بتظل قاعده. عايز ترجع الالوان تضغط في اي خليه تنسخ التنسيق، ترجع الجدول لشكله اللي هو اللي كان عليه. طيب هنا نمر ثلاثة في اللي هو الدرس حقنا نحن اللي هو الاكسل شورت كاتس، اللي هو موف تو ذا ايدج اوف داتا، انك انت كيف تتحرك الى نهاية البيانات او تتحرك الى البيانات. طيب شوف شيفت وسهم في اي اتجاه بينزلك خلية واحدة واحدة، بظلل لك خلية واحدة واحدة، وهنا بتصلل لك صفصف، تمام؟ طيب كنترول شيفت بيختار لك العمود كله، شايفين؟ عرفتوا الفرق بين شيفت وسهم الى اسفل؟ بيظلل واحده واحده. طيب
كنترول شيفت سهم الى اسفل بيختار بيوصلني تو ذا ايدج اوف ذا داتا الى حافه البيانات، وهنا بيوديني الى، شايفين؟ ما بمر بالعمود الثاني، ما بكيف عنده، لكن بالشيفت بمر، شايفين؟ طبعا انتم تكونوا شايفين انا عملتها كيف هنا عندي، لكن لما امشي عمود عمود انا مستخدم شيفت فقط. لما امشي للبيانات كلها، شايفين كده، بدون ما يمر بالصفوف، هنا انا عامل الكنترول. لكن لما تعمل الشيفت فقط بيرجع لك واحد واحد، لكن عايز تمشي للنهايه كنترول شيفت سهم في الاتجاه بتاعك، وهذه التعليمات مكتوبه هنا، كنترول زائد شيفت زائد دايركشن ارو، اللي هو انت تعمل كنترول وشيفت والسهم في الاتجاه اللي انت عايز تختار عليه. دي هاو تو موف تو ذا ايدج اوف داتا، كيف تصل الى حافه او نهايه البيانات. فورمات سيل، ودي اشتغلنا عليها نحن يعني قبل شويه، اللي هو انك تخلي البيانات، ممكن تخليها بولد، ممكن تخليها عليها حدود، ممكن تختار لها فاصله الالف زي ما قلنا والى اخره. طيب عندنا داله مهمه جدا هنا، اللي هي شورت كات مهم جدا، اللي هو الت بلس يساوي، اللي هو الت بلس يساوي. انت لو عايز تجمع اي نطاق من البيانات، بدل تمشي تكتب داله يساوي، شايفين، الصم، وتفتح قوس وتجيب النطاق وتقفل القوس وتعمل انتر، ده المجموع 463. لا انا ما عايز كده، انت طوالي بس الت يساوي، شايفين، الت يساوي انتر، شايفين من هنا، هنا الت يساوي انتر، جمع طوالي، شايفين تحت هنا الت يساوي انتر، يجمع ده طوالي، هنا الت يساوي انتر، شايفين؟ وبعد كده تجمع من هنا عشان ما تعمل لكل واحد، تسحب، وهنا بيديك المجموع، وتسحب هنا كمان بعد بيديك شنو؟ بيديك المجموع. فهنا الجمع التلقائي نحن بنعمله بالت زائدا علامه يساوي، بيكتب لك طوالي المعادله بتاعت الصم، شايفين؟ مفتاح الت يساوي بيحدد لك النطاق طوالي، بتعمل اوكي خلاص جمع النطاق ده، يا انت لا ما عايز حد محدد، بعد تعمل العمليه دي ولا اجمع عليه من هنا، ده بيجمع عليه ديل بس، شايفين؟ هنا بيديك المجموع لديل بس، عايز ترجع المجموع لهم كلهم عادي، دبل كليك تكبر النطاق بتاعك من هنا لديك كلهم، وعايز حتى تحسب ديل معاهم تحسب ديك المجموع لهم كلهم، وهنا برضو ممكن تساوي او تساوي او تساوي تجمع من هنا، وإذا جمعت ذلك كلهم هنا بيديك ليهم بالشكل ده، وده المجموع حقك كله 5489. طيب ده اللي هو نحن كيف نعمل مجموع تلقائي سواء في الصفوف أو في الأعمدة، يعني الت يساوي انتر بيديك مجموع العمود، بتحدد العمود الثاني، الت يساوي انتر بيديك مجموع العمود الثاني، مجموع الصف الأول، الت يساوي انتر بيديك مجموع الصف الأول، وبعد ذلك تسحب هنا الدالة دي لحد النهاية بيديك المجموع ده، ولو عايز تواصل بعد لحد ما تاخذ مجموع الصفوف تحت هنا برضه تجمع يديك 5489. طيب هنا insert chart on the same sheet، يلا هنا بعد كده حنبدا. طبعا في ناس بيفتكروا انه اكسل ده هو برنامج خاص بالرسومات، وبالتالي اذا هو شغال لمده طويله زي الساعه بتاعتنا جالسين فاحنا هسيبها وما عملنا رسم بياني بيفتكروا انه خلاص الاكسل ده كده. فنحن هنا نختار اي مكان داخل الخليه، بعدين الت و F1 يديك طوالي رسم البيان، وطبعا رسم البيان شوف، بدل تمشي وتختار وما عارف الرسمه، وهنا شايف السير وتحدد النطاق اول حاجه كده اللي انت عايز ترسم منه، وتمشي السير وهنا ده تيجي تختار نوع الرسمه اللي انت عايزها وكده الى اخره. ده لا هنا ده طوالي بس تحدد، تاخد الخليه تاخد في اي واحد، والت او بلس F1 هنا طوالي بيديك شنو؟ بيديك الرسمه بتاعتك. طيب الرسمه دي هنا نحن شايفين لما تختار الرسمه هو بيظلل لك هناك النطاق اللي انت رسمته فيه، ولاحظوا ظهر A B C D F G، ظهر عندي
اثنين من سلاسل البيانات اللي هي باللون الازرق في واحده، التارجت هو باللون البرتقالي دي، او انا طبعا ما بتاكد من البنات بعدين ما يقولوا لي انت غلطت اسم اللون. دي اللي هي سيلز، لا ما عايز يسحب الاثنين عندك، تحدد هنا النطاق بتاعك وتسحب لحد ما تطلع السيلز برا، الرسمه بتاعتك تتغير تجيب لك التارجت. عايز تضيف السيلز للتارجت بتاعك تسحب من هنا عادي كده، تشمل التارجت بتاعك ترجع بتاعتك كده، وبعد ذلك ممكن تسحب من هنا ديل وتضيف، تسحب ديل كده، والجرافس او الشارتس دي وبعدين والرسومات دي بعدين احنا نمشي نشوفه في الجلسة الجاية أو بعدها، اللي هو موضوع أو مواضيع طويلة. طيب عندنا هاي دروز أند كولومز، احنا كيف نقف في صف وعمود؟ عندنا ناس طبعا اللي هو بكليك بالزر العكسي تجي هنا هاي، ده بيعمل لك الحكايه وتظل الثاني هنا، وهنا ان هاي بيقفل. طيب عندك مفتاحين كنترول بلس 9 كنترول بلس 0، واحد بيخفي الصفوف اللي هو ده كنترول بلس 9 اللي هو كنترول بلس 9 بيخفي الصفوف، وكنترول بلس 0 بيخفي الأعمدة، وانت هنا لو عايز تظلل ممكن او تتراجع عادي كنترول زي ترجع لك. فنحن عشان نخفي صف او عمود نحط المؤثر في العمود اللي عايزين نخفيه ونعمل كنترول بلس 0 يختفي، ونعمل تراجع الصف اللي عايزين نخفيه صف ايديا كنترول بلس صف كنترول بلس 9 العمود فيه اختفى. كده مظبوط مظبوط. طيب بعد كده باقي لنا في جلسة اليوم فقط الداتا فاليديشن. الداتا فاليديشن دي موضوع بيحتاج مننا تركيز شوية. طيب نعمل بريك نقيل شوية يعني دقيقة واحدة كده ونواصل عشان الناس ما تمل او تشغل. طيب شوفوا اذا ما في سؤال ندخل طوالي على الداتا فاليديشن، وهنا يا دوب نحن حنبدا نشتغل الشغل حقنا، ندخل في الاعماق شويه. اذا ما في سؤال انا ابدا ادخل في الداتا فاليديشن. دكتور ياسين طيب نمشي للداتا فاليديشن اللي هي التحقق من صحة البيانات. والتحقق من صحة البيانات هنا نحن عندنا فيه المواضيع select from a list، كيف نختار من قائمة، check for dates نحن نحدد التواريخ بتاعتنا بحيث انه ما نكتب اي تاريخ خطا، ونحدد البيانات بتاعتنا بحيث انه ما نكتب رقم خطا، ونحدد الديسكريبشن حقنا بحيث انه ما نكتب كلام خطا. ودي انت لما تقوم تحددها في الملف حقك ما بكون في مجال لانك انت تخطا في اسم حاجه. واضح؟ انا عايز تركز معي شويه في الداتا فاليديشن ده لانه بتعتمد عليه وبعدين دروس كثيره جدا. كان شويه نخش في اعماق الاكسل ده حاجه عميقه قبل ما نسوي. طيب مظبوط؟ طيب انا عايز الداتا فاليديشن المكتوب هنا ده عايز اجي اعمل لكم هنا بنفس الطريقه عشان بعدين انتم تشوفوا. طيب شوفوا انا عايز اعمل حاجه خطا ونعرف ليه انا بحتاج للداتا فاليديشن. اول حاجه
شوفوا معي هنا الخلايا الصفراء دي، الخلايا الصفراء دي خلايا فاضيه، لاحظوا موجوده في اعمده مختلفه وفي صفوف مختلفه. انا عملت لكم كده بحيث انه هنا لاحظوا ده في صف وده في صف وده في صف ودي في عمود ودي في عمود ودي في عمود، بحيث انه نحن ندخل رقم او ندخل قيمه وهو يرفض يستلم. ليش؟ لانها ما مستوفيه الشروط بتاعتها. انا حتى بعد ذاك اجي اشرح لكم انتم كيف تحددوا القيمه وكيف تخلوه هو يرفض الشرط وكيف هو يقبل وكيف انت تعمل داتا فاليديشن. طيب هنا انا عندي اقسام مثلا في كليه، انا عايز عندي جدول بتاع امتحانات عايز اعمله. طبعا يا جماعه جدول الامتحانات دي انت مثلا لما تيجي تعمل جدول امتحانات اذا حصل فيه اي خطا بعدين بتكون التبعات بتاعته كبيره عليك. هم يا طلاب ما عرفوا موعد الامتحان او قد لهم امتحان خطا او تاريخ خطا او كده. تمام؟ من النماذج دي قبل كده لانه ما في داتا فاليديشن، الاتحاد السوداني لكرة القدم اعلن مباراتين في وقت واحد في سابق الفرق. فلما جاءت موعد المباراة جاءت 4 فرق كلهم داخلين وقالوا احنا عايزين نلعب المباراة، وكانوا 4 وطبعا الملعب ما بشيل الا 2. الخطأ كان في كتابة التاريخ، بمعنى انه اخطأوا في تاريخ المباراة، بدل ما يكتبوها مثلا واحد يوم 17 والثاني يوم 18 كتبوها الاثنين يوم 18 وده خطأ في الداتا فاليديشن. الداتا فاليديشن انت ما بيسمح لك اصلا بانك انت تكتب رقم خطأ. نجي نشوف مثلا لما نجي نكتب هنا مثلا عندي هنا البيانات ديبارتمنت ستارت ديت اللي هو ده بدايه الامتحانات، نمبر اوف ستودنتس عدد التلاميذ او عدد الطلاب، ديبارتمنت كود الديسكربشن. شوف هنا لما تيجي تكتب في الخلايا الصفراء تحط المؤشر يقول لك بليز انبوت ذا نمبر اوف ستودنتس ان ذا ديبارتمنت، اكتب هنا رقم الطلاب في القسم. فانت عشان تدي مثلا مكتب الامتحانات يرفع عليك نسخ الامتحان انت لازم تكتب الرقم بشكل صحيح وبشروطه، بمعنى انت لازم تستوفي شروط محدده. نجي نشوف اذا كان عدد الطلاب 189 شايفين ما قبل، جات رساله، الرساله انا ما واضحه بالنسبه لي هنا ما اعرف اللي يسمي. ايوه الرسالة بتقول this value does not match the data validation restriction defined for this cell. انت يا ياسين انا اللي عملت الان ما ظاهر عندي، بيظهر عندك كيف؟ ما انا طارق ما ياسين يعني يا دكتور طارق ازيك؟ كيف ان شاء الله بخير. الحمد لله، انتوا الاثنين ناس جميلين عشان كده اصواتكم بقت اي. طيب هنا بقول لك بليز ميك شور ذات ذا نمبر اوف ستودنتس بتوين 200 و 300. انا هنا عامل شرط على الكولم ده انه ما تنزل فيه قيمه بره النطاق بتاع 200 الى 300، ده الداتا فاليديشن هنا. فانت هنا لما تكتب 189 هو بيديك رساله، الرساله دي بالمناسبه يا دكتور نعم في ملاحظة هنا، بس أنا يمكن لأنه الفيرجن بتاعت الإكسل مختلفة، اي صحيح ما اداني الرقم، قال لي this value ها does not match the data validation restrictions defined for this cell، لكن ما حدد لي، قال لي ما بتقع في الرينج الأوريدي أنت محدده. طيب انا كتبت 189 طيب ظهرت لك ايش؟ This value does not match ايوه the data validation restrictions ايوه Define for this cell. طيب تمام. انا حامشي لقدام شويه واوريك كيف تكتب الرساله ذات اللي بتجيك، التحذير اللي بيجيك هو شكله عامل كيف، الله عليك يا خلّى عليك بتكتبه انت. تمام؟ الله عليك يا دكتور يا أخي الله طيب يسلمك. مثلا كتبنا 189، انا الرساله ما ايوه هي بتيجي بعد مسافه. ايوه بليز ميك شور ذات ذا نمبر اوف ستودنتس بتوين 200 و 300، شايفين؟ الرساله دي كاتبها انا في لما عملت الداتا فاليديشن كتبت حاجتين. لاحظوا هنا في مربع صغير كده مكتوب فيه بليز انبوت ذا نمبر اوف ستودنتس ان ذا ديبارتمنت، اللي هو انت لما تيجي تكتب اي حاجه هنا هو بيديك الرساله دي، شايف؟
هنا لما تيجي تاخد هنا بيقول لك دخل عدد الطلاب في القسم، مظبوط؟ طيب اذا كتبت هنا، لاحظوا هنا قلنا الرقم اتفقنا عليه انه هو ب 200 وكم و300. طيب اذا كتبت 289 بتمر عادي، ما في اشكاله، ما هيوقف. ليش؟ لانه هي بين 200 وكم و300. نجي نكتب مثلا 310، شايفين؟ حيرفضها. ليش؟ لانها اكبر من كم؟ اكبر من 300، اكبر من 300 اللي هي نحن اتفقنا عليها. طيب شوف هنا الديسكربشن، انا هنا كتبت this exam should be at night، يعني مثلا نحن عندنا امتحان بتاع فيزيكس، وحسب ما متوفر عندنا ودرنا ننبه لانه الامتحان ده يجب ان يكون بالليل. ده الديسكربشن. انا عامل شروط على الديسكربشن، انه شايف هنا لما نجي نكتب الديسكربشن، شايف لو كتبنا مثلا كلمتين، شايفين هنا لو كتبنا كلمتين وعملنا انتر، هو حيرفض، والكلمه برضو ما ظهر عندنا يا طارق. ايوه بيقول ايش؟ ايوه بيقول لك بيقول هذه يعني بيقول انه الكلمات المكتوبه دي اقل من 20 حرف، صحيح؟ طيب هو راكب. طيب دي فكره الداتا فاليديشن. انا بعد كده عايزكم تجوا تعملوا الحكايه دي بانفسكم، يعني مثلا ده الكلام بتاعي انا هنسخه هجيبه هنا، وعايز اكتب هنا اعمل داتا فاليديشن هنا ده. طيب هنا عايزين نعمل داتا فاليديشن للديبارتمنت، ونعمل داتا فاليديشن للكود، ونعمل داتا فاليديشن للديسكريبشن، تمام؟ طيب نجي نشوف الديبارتمنت. نحن عندنا 6 اقسام، انا هاضيف 4 في البدايه وهاضيف 2 واشوف الفرق شنو بين انا اذا اضفت الاربعه واضفت الاثنين والامور تمشي كيف. طيب شوف يا جماعه ركزوا معي، لانه الحكايه دي بتعتمد عليها بعدين خطوات ثانيه. طيب دارين هنا نعمل فاليديشن للديبارتمنت اللي هو القسم. نحن عايزين في الديبارتمنت ده ما يظهر لنا الا واحد من ال6 اقسام اللي هي الفيزيكس، الكيمستري، البيولوجي. الكيمستري مكتوب مرتين، طيب ناخذ الـ3 ديل، وبعدين الاثنين ديل 5 اقسام، فيزيكس وكيمستري بيولوجي واي تي وماثماتكس. طيب هنا نحن بنجي نحدد الخليه اللي عايزين نبدا فيها ونعمل داتا، ونجي للداتا فاليديشن، شايفين؟ اللي هو نحن بنحدد الخليه اللي عايزين نعرف فيها الداتا، نجي للداتا وللداتا فاليديشن، ونختار داتا فاليديشن، وبتظهر عندي الرساله دي، تمام؟ طيب في الرساله دي انا بحدد الشكل اللي انا عايزه، انا عايز ليست، عايز قائمه بالشكل ده، وفي القائمه دي انا عايز يكتب لي شنو؟ عايز يختار لي من ال3 اقسام دي. فانت بتيجي تختار هنا السورس، المصدر يجيب لك من وين؟ يجيب لك من ال3 اقسام دي، تحدد ال3 اقسام دي كده وتعمل اوكي، بتيجي تظهر عندك هنا الفاليديشن. ولما تضغط هنا بقى عندي شنو؟ بقى عندي سهم هنا فيه ال3 اقسام بتاعت الكيمستري والفيزيكس والكيمستري والبيولوجي. تختار الفيزيكس. طيب تحت ما في، هنا تكتب اي حاجه ما عندك مشكله، لكن هنا ما يقبل لك الا واحد من ال3 اقسام دي. طيب هنا لو عايزين نعمل تحت بنعمل كوبي عادي. تتذكروا بيبيل نحن عملنا سبيشال او بيست سبيشال، انه كيف يلصق البيانات بطريقه خاصه. طيب هنا نحن كتبنا قسم الفيزيكس، لكن عايزين تحت نكتب الكيمستري وبعد البيولوجي وبعد كده، لكن ويز داتا فاليديشن بحيث انه ما يكون في خطا. طيب هنا
لما نجي نكتب الفيزيكس نجي نعمل هنا انا عندي 5 اقسام شايفين، اعمل بيست بيست سبيشال شايفين، بعمل اختار فاليديشن شايفين هنا عشان تكون معايا في الصوره. انت بتنسخ من هنا كوبي وبتلصق هنا الاقسام الخمسه، بتعمل سبيشال بيست سبيشال وبتعمل الفاليديشن بتعمل شايفين. هنا بقت الخلايا التحت كلها معاها شنو؟ معاها السهم ده، لاحظتوا قبل شوية السهم ده ما كان شنو؟ ما كان موجود تحت، نرجع ثاني يا جماعة عشان هنا أنا عملت داتا فاليديشن للخلية دي بحيث إنه تظهر فيها الثلاثة أقسام دي. طيب هنا جيت عملت الكوبي وظللت خمسة لأنه أنا أقسام خمسة، وبعدين حاجة أوريكم كيف نضيف الأي تي والماثماتكس للحكايه دي. طيب هنا ظبطت خمسه، عملت كليك بزر العكسي بيست سبيشال فاليديشن، احدد الفاليديشن اعمل اوكي، هنا خلاص ظهر عندي بالشكل. طيب هنا عايز ادخل اسم الكيمستري اهو، وعايز ادخل اسم البيولوجي اهو كده، لكن هنا ما لما تيجي تختار ده تدخل الاي تي، الاي تي ما موجود. وبعد هنا نمرة خمسة لما تيجي تدخل الماثماتكس برضه أيضا ما موجود. طيب الحلول إيش؟ الحلول نحن نضيف الآي تي والماثماتكس للفائدة. طيب بيضيفوهم كيف؟ بيضيفوهم بطريقتين. الطريقة الأولى إنه نمد الرينج بحيث إنه يشمل الآي تي والماثماتكس، أو نحشرهم في نص ال ودي بتحتاج مننا يعني فزلكة شوية أو نعرف نكون خبراء بطريقة النجم. نشوف الطريقة الأولى بتاعة الريتش. لاحظوا هنا أنا حتى الآن عندي كم قسم؟ ثلاثة، فيزيكس الكيمستري والكيمستري. طيب عشان أضيف القسمين ديل بنسخهم من هنا وبجي أركبهم هنا يبقوا قاعدين بالشكل ده. طيب هنا لو مشيت للخيارات ما بيظهروا لك ابدا، ما بيظهر لك. ليش؟ لانه انا قبل لما عملت الرينج بتاعي هنا، لما عملت الرينج بتاعي هنا ما كان اصلا موجود، وبالتالي برجع للداتا فاليديشن هنا وداتا فاليديشن وبلقى النطاق بتاعي وبوسع النطاق بحيث انه يشمل لي هنا شايفين؟ كان هنا حد ال، انا ممكن اجي اعدله هنا اخليه لحد ان اذا كانت انا شايف كويس ان عشان ما اشوف ده ما يجيبنا بعدين وعليه كده. طيب ونعمل هنا لما تيجي تختار شايف ظهرت لك شنو؟ الخمسة اكسترا ما فيش كلام هنا شنو؟ هنا لانك ما عملت نسخ بيظهر لك شنو؟ بيظهر لك الثلاثة فقط. فبيجي بعمل هنا كوبي من هنا من جديد وبدي بظلل الخمسه هنا، بعمل بيست سبيشال بيست سبيشال هنا فاليديشن اوكي. هنا لما افتح بعد اجي بلقى اسم الاي تي ظهر عندي واسم الاسماتكس ظهر عندي، وبقى اداك سامي بقى اداك سامي الخمسه. طيب الطريقة الثانية اللي لو انت ما عايز كده تقوم تشيل الاقسام ديل من هنا، تشيل قسم الاي تي ده، تضغط عليه كده وبالشيفت تبدا تحشر هنا بين البيولوجي والجماعه ديل بيظهر هنا برضه تلقاه معلوم، تلقاه قاعد لكن قسم الماثماتكس اختفى. شايف ليش؟ لانه هنا غيرنا الطريقه. وبعدين تشيل الماثماتكس ذاته من هنا شايف، تضغط كده وتخليه هنا. طبعا الطريقتين لاحظوا انه الخط هيبقى مرات افقي مرات عمودي هنا، خلاص هنا تيجي تلقاه معلوم بقى قاعد، ظهرت الاقسام كلها بتاعتك كده قاعده هنا. الجسم الثاني هنا تظهر في الخمس اقسام ظهر ماسماتكس كده حتى بالترتيب بتاعك. طيب دي الداتا فاليوز اللي هو في الجسم الفيزيكس مع الكيمستري بيولوجي اي تي وماسماتكس. طيب دي انه انا كيف اختار من قائمه اللي هو نركز شويه داتا فاليديشن هنا
اختار القائمة ليست، اختار القائمة هنا، تجي تختار النطاق اللي انت عايز تختار منه وتعمل اوكي، بس هو عندك هنا كوبي بيست سبيشال، بيست سبيشال هنا فاليديشن، تعمل اوكي في الاقسام بتاعتك. ثاني ما في اي قسم غلط بيظهر هنا في المحلات، يعني هنا الخمسه ديل خلاص الخيار هيكون من الخمسه ديل، ده بيجنبك انه تختار اسم غلط او كده. طيب نجي نشوف الستارت ديت. نحن كيف نحدد يوم الامتحان؟ يوم الامتحان لما تيجي تحدده اول حاجه لازم يكون ان فيوتشر، لازم الامتحان ده يكون بالتاريخ الجاي، يعني ممكن اعلن جدول الامتحانات والامتحانات تكون في تاريخ مره، يعني ممكن اعمل امتحان اقول يوم 1/1/2024 واكون انا الليله في يوم 18/3/2024. بنفس الفكره داتا تمشي للداتا فاليديشن، هنا هنا تختار تاريخ ديت، هنا تاريخ تختاره بتوين او افتر او نوت ايكوال كده او جريتر ذان او كده، شايف ستارت ديت، تكتب التاريخ اللي انت عايز يكون التاريخ بعده عادي، وانت تكتب التاريخ بتاعك مثلا يكون اكبر من 17 او مثلا 4 5، التاريخ تركز انك انت تكتب الشهر قبل اليوم، طيب مثلا 7 20 24 تمام، تعمل اوكي خلاص. هنا تيجي تكتب التاريخ اللي هو احنا قلنا 7 2 اللي هو 2 7، التاريخ ما يكون قبل 2 7، فلما تيجي تكتب مثلا هنا تاريخ 3 2 20 24، شايف بديك رساله بيقول لك this value does not match the data validation restriction defined for this cell. نحن هنا اخطانا في كتابه التاريخ، رفض يقبل التاريخ وهكذا. طيب التاريخ هنا ده بس مثال، هنا عشان انا ما اخذ منكم معاكم زمن كثير، ده مثال هنا، هنا تيجي تلقوه موضح برسالته بكده. طيب كيف نكتب الرساله؟ الرساله عادي تيجي تكتبها من هنا، من تيجي للداتا فاليديشن، هنا تختار التاريخ بتاعك، انبوت مسج اللي هي انت هنا يفترض تكتب شنو؟ هنا بتكتب put date that future مثلا، اكتب يوم يكون في شنو؟ في المستقبل، يعني تاريخه ما جاء لحد هسي، والاليرت اللي هو التحذير this date مثلا is in the past، لك التاريخ في الماضي، دي الرساله. طيب هنا لما تيجي تكتب، شايف هنا يقول لك put a date that in future، كتبت 2 2 20 23، الرساله حتجيني this date is in the past، يقول لك التاريخ ده في الماضي. طيب هكتب شنو؟ 12 12 20 24، هتباصي ليش؟ هتباصي لانه التاريخ ده لسه ما جاء، فده التاريخ كده مظبوط؟ مظبوط. طيب نجي للنمبر اوف ستودنتس، نمبر اوف ستودنتس بنفس الطريقه، انت بتمشي للداتا وهنا كمان بتنسخ الداتا فاليديشن، بتعمل كوبي وتوصل هنا عشان بياناتك كلها تكون بشكل صحيح، وتعمل بيست سبيشال وهنا فاليديشن، تعمل اوكي هنا خلاص. بعد كده اي تاريخ يتكتب يتكتب بشكل صحيح. طيب عدد الطلاب بنفس الطريقه، الداتا الداتا فاليديشن هنا بتكتب هو السيتنج هنا مثلا فول نمبر هو رقم مثلا اليوم مثلا كده وكده او اكبر من كده او اقل من كده او الى اخره، المينيمم اللي هو مثلا نقول 300، الماكسيمم 400، وما يقبل رقم من ده تمام. فوت نمبر اثنين أربعة، إذا إذا ما كتبت هنا
نمبر، هنا نمبر نعمل اوكي. هنا خلاص، هنا كتبنا الرقم بتاعنا. طيب هنا كمان ننسخ الداتا فاليديشن برضو عشان تكون لكل الارقام اللي هتظهر في عندنا هنا، وبيست سبيشال وفاليديشن بتعمل اوكي. هنا اي رقم بين 300 و 400 يقبلوا، اي رقم مثلا هنا 700 شايف ما يقبل. ذا نمبر نوت بتوين 300 اند 400، شايف هنا مثلا 320 خلاص تراسي ما في اشكاليه، هنا 310 راسي ما في مشكلة، 399 ما في مشكلة، 390 ما في مشكلة، 502 ما حد باصي لأنه خارج النطاق بتاعنا وكده. الكود هنا كمان برضه بتكتب له عايز فيه حروف، عايز فيه أرقام، عايز فيه كده، والديسكريبشن ممكن تكتب له إنه النص أو عدد الكلمات ما يزيد عن كده وما يقل عن كده، عشان أنت ما تخلي الشخص اللي بيكتب الديسكريبشن تشترط عليه انه هو لازم يكتب ديسكريبشن. بدون ديسكريبشن الكتابه هنا ما تباصل. فده الداتا فاليديشن. بعدين الداتا فاليديشن ده موضوع طويل وكبير وبيعتمد عليه كميه من الاشياء. انا اتمنى انه الفكره تكون وضحت بالنسبه لكم، وده اخر حاجه تقريبا عندنا اليوم. يعني الكود والديسكريبشن بنفس الفكره، لو عايز تكتب. وممكن الكود تشترط انه يكون من ارقام ومن حروف، اذا ما كتبت ارقام ولا حروف ما يظهر عندك. شايفين زي هنا مثلا، هنا مكون من حروف وارقام، وعدد الحروف يكون واحد وعدد الارقام يكون اربعه، بدون كده ما يمشي. يعني مثلا شايفين زي ما كتبنا كده ما يمشي، لكن بطريقة ما أجل منها. لكن هنا إذا عملتها مثلا كده فين ما عملها شروط، لكن ده على حسب الشروط اللي أنت عامل. فدي الداتا فاليديشن، ودي الفكرة بتاعتها. أنا رسلت لكم الملف قبل بداية الجلسة، راجعوا عليه وتشوفوه، إذا في إشكالية كلموني في الجروب أو أرسلوا بأي شكل من الأشكال، في الإيميل، في الواتساب، في الماسنجر، في أي مكان. في رسومات أو خلاتهم موجودة، ما في إشكالية. أنا جدا وتحاولوا تشتغلوا منه، وأعمل تمرين للناس تحاول تشتغل وترسل لي النتائج. أتمنى الجلسة تكون مفيدة وكده، وتعتبر مقدمة لأنه ما عندنا إن شاء الله في الجلسات. إذا سؤال أنا أجاوب عليه، أو في شيء ما واضح. تفضل في شيء ما واضح. أفتح الصوت ممكن، إذا في شيء ما واضح أو في سؤال أو شيء أنا أجاوب عليه قبل الجلسة الجاية. طب طارق، يا أستاذنا ايوه، اذا في شيء ما واضح او كده انا اوضحه للناس، او اذا في شيء او في سؤال او كده. والله أنا أشوف لو في زول عنده سؤال، لكن أنا أفتكر شرحته بكلاريتي عالية جدا، يعني بتأني وشرح واضح ما شاء الله. أستاذ مخلص طبعا. الحمد لله. ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحه. وطبعا الاكسل ده شويه داير صبر وداير قعدات طويله كده، لحد ما الناس تشتغل فيه بشكل طيب. انا بس الجلسه دي الليله حاولت اعمل فيها الاساسيات، على اساس انه من الجلسه الجايه نحن هنشتغل شويه كده في الحاجات ديب المتقدمه ديب. هاي
فبعد كده اذا في زول عنده مشكله ممكن نحل عليه بشكل منفصل، بحيث انه احنا شغلنا يكون ماشي والناس تتابع وكده. وبعد ذاك ان شاء الله الناس تصل للنتيجه النهائيه اللي هي احنا ماشيين نصل للداشبورد، كيف الواحد يعمل داشبورد يعبر عن بياناته اذا كانت بيانات كبيره او بيانات كده وكده. في اسئله مكتوبه في الدردشه انا ما انتبهت عليها. بالانجليزي افضل؟ طيب هنا شغال بالانجليزي، انا ما سامع اي شيء. كيف ما سامع؟ بدات اداء المحاضره ان شاء الله. انا ما اعرف هل الناس دي ما عندها اصوات ولا في ناس قد يكون عندها إشكالية من جانبها، مثلا خشيت من غير ما تضغط زر الأوديو ايوه. أو كده، هاي اي لانه لاحظتها لكن سانكشورت، الصوت واضح يعني. اي صوت واضح خلاص تمام. نحن لكن اذا الناس اللي بيقولوا ما في صوت ده، نحن ننصحهم إنه يعملوا تيست أو المحاضرة الجاية يخشوا قبل الزمن بمسافة، يعني بحيث إنه الفترة الأولى ايوه تكون ال5 دقائق الأولى كده بتكون فيها جريتينجز وهاوس كيبينج وكده. ايوه فأنت لو قلت ما في صوت، الناس ممكن تو ادفايس يو وات تو دو، ايذر مراجعة، تو اوت لوجن ولا وات ايفر. تكون مراجعة للصوت وكذا. اي فافضل انت اي زول واجه مشكله الليله او ما عنده اكسبيرينس في الزوم تتراي ان سولف ات قبل الليكشر، او اذا ما لقى زول يحل عليه قبل الليكشر يحاول يجي بدري، يعني يحاول خلاص تو اكسس السيشن قبل الناس بربع ساعه خلاص يكون ممتاز، قاعد ريدي. اي نكتب الكلام ده في الجروب. ونشكركم اليوم على حسن الاستماع، ونتمنى دكتور ياسين يكون موجود عشان يقفل السيشن ونتلاقى ان شاء الله. موعدنا الجلسة الثانية يوم الخميس ان شاء الله. دكتور ياسين ما ايوه في، لكن ايوه ايوه يا دكتور قبل ما تقفل، في واحد رافع يده تقريبا يكون عنده سؤال. جحفر، جحفر اتفضل يا جحفر. جحفر ايوه اعمل ام ميوت، اعمل ام ميوت. اعمل ام ميوت يا جحفر لو سامعنا. اوكي ممكن يكون باي ميستيك ولا حاجة يعني. انا يد ذات ما ظهر لي هنا. ظاهرة أنا بالنسبة لي هنا شايفها. انا في حياتي ما ظهر عندي، ما اعرف ليش، لكن طيب خلاص ان شاء الله. ما اذا في سؤال ممكن يقدموه في الجروب وانا ان شاء الله اجاوب عليه. ونلتقي ان شاء الله الخميس القادم الساعه 11 مساء او 10 بتوقيت السودان، نحن بنحسب بتوقيت السعوديه. إن شاء الله. تمام خلاص بالتوفيق، شكرا جزيلا، وأقفل الجلسة يا دكتور طارق. طيب نشكر دكتور الرازي على المبادرة الجميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون في ميزان حسناته، ونشكر على المحاضرة القيمة اللي تقدمت الليلة في برنامج الإكسلنت داشبوردينج اللي هيستمر معانا ل4 محاضرات، مش كده يا بروف؟ 4 أو 5 إن شاء الله. 4 أو 5 starting from الليلة، وحنتلاقى الخميس الجاي زي ما قال في نفس الزمن. أبقوا عافية، تقبل الله الصيام والقيام، ونشوفكم الخميس إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت السودان، 11 توقيت السعودية. إن شاء الله إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا. ممكن تستوب الريكوردينج؟ من عندي أنا؟ أي طيب ريكوردينج. لا ما عندك، ما عندك الريكوردينج خلاص، معناها هي اللي نطلع عشان تستوب. اي خلاص تمام. بينزل عندك لا عندك، عندك انت الهوست كان استوبت دكتور الهوست الرازي. تقريبا عندي انا. اي طيب خلاص اذا نزل عندي انا ارسله لهم في الجروب ان شاء الله. هو تمام موجود، حينزل بعدين في اليوتيوب التفكير بتاع المبادرة. خلاص تمام، يلا معكم سلام. خلاص السلام عليكم.
يا دكتور خلاص المحاضرة انتهت.